فوج اطفاء يتالف من عده صهاريج، وتحوي الصهاريج على ماء بالاضافه الى خراطيم وقواذف فقط. فالغرض منها هي قمنا بتوزيع السيارات الى عده مراكز ووزعناها بكل الريف، بحيث انه اول شغله نقوم بالقضاء او سرعه القضاء على النار في وقت الحصاد. اولا اعمل كمدرب، اقوم بتوجيه الرفاق على اخطائهم، على في حال ذهاب للحريق اوجههم مثلا حسب الماده المشتعله، مثلا كان حريق نفط اوجههم مثلا استعمال ماده الفوم بكثافه كذا بكذا، في حال انه ما طفى الحريق ازود لها الكثافه. فالامور يعني عمليه توجيه وعمليه تدريب بنفس الوقت. فوج الاطفاء يحتاج مزيد من الدعم، يعني فوج الاطفاء يحتاج الى قيمه ماديه من اجل توفير سيارات الاطفاء، توفير مستلزماتها، توفير كادر يقوم بالعمل، توفير مستلزمات هذا الكادر. طبعا كاداره ذاتيه ذكرت كثيرا ان نتحمل مسؤوليه تجاه شعبنا، قامت الاداره الذاتيه بشراء عدد من الصهاريج، عدد من سيارات الإطفاء وتجهيزها، كذلك تم تقديم مساعدة من قبل التحالف الدولي بمشروع إطفاء، وقام بهذا المشروع قام بتوفير عدد من الصهاريج، كذلك عدد من الآليات الأخرى، كذلك عدد من المستلزمات المهمة، وتوفير عدد كافي من العمال يقومون بدورهم بهذا العمل كفوج إطفاء بدير الزور. عمل فوج الاطفاء مهم هذا العام، ساعد في اطفاء عدد كبير جدا من الحرائق، ولا زال يعمل وسوف يعمل كذلك لفتره اطول، حيث مساهمته في اطفاء عدد من الحرائق المفتعله كانت لها رده فعل ايجابيه من قبل الاهالي ومن قبل الشعب من اجل الحفاظ على محاصيلهم الاستراتيجيه.